السلام عليكم ورحمة الله. اكتشفوا معنا هاد البلاصة هنا، هنا كانوا الشركات اللي كيطحنوا داكشي ديال الكياس، يطحنوا داكشي ديال الكياس وداكشي ديال توفنا، فهمتي؟ كانوا طايحين على هاد البلاصة هادي. كما كنقولوا علاش كان طايحين على هاد البلاصة هادي، كما كنقولوا معدن، كانوا لقاو معدن ديال الحجر هنايا. وكانوا الشركات هنا، عرفتي شحال داو من هنا ديال الحجر، داكشي اللي داو من هنا كما قلتي بحال داكشي بحال كيديو الذهب من هنا، داكشي اللي داك التراب اللي داو داك الحجر اللي داو من هنا بحال كان كيديو الكنوزه من هنايا، بحال كان كيديو الذهب والديامان بالرجوله. لانه على شو تبارك الله على حفره قداش داروا هنايا، شوف الدنيا كيفاش عملوا ليها. هذاك راه تعقب من هنا، الدنيا خطر. شوف الدنيا كيفاش عملوا ليها هنايا، كما قلت لكم راه كانوا طايحين على كنز هنا. وهاد الشركه عرفتي شحال دخلت ديال الفلوس هنا، الغرق ديال الفلوس دخلت، وفين هي الفلوس ما عرفت. هنا هاد الحجر هذا هو الحجر اللي كيديو كما قلت لك، وكاينين دوك المواكل اللي كيطحنوا داكشي ديال الحجر. قد ما تكون الحجره كطحن الماكينه كترد كياس، الكياس منين كيصايبوه راه كيصايبوه من هاد الحجر هذا هو كتشوفوا فيه. هنا هاد الجبل لقاو فيه كنز، دابا بقاو تابعين وتابعين وكيبحثوا فيه، في الاخر ما لقاوش داكشي اللي بغاو في الاخر، في الاخر ولاو كيلقاو على التراب، كيلقاو الارض مهشاشه كما كنقولوا، بحال كيلقاو الارض مغشوشه، الارض راشيه فيها تلوث، بحال الزعمه فيها تلوث. لقاو داكشي اللي كان كيديو مزيان، ولكن في الاخر مني بقاو كيبحثوا ما تلاوش لقاو داكشي اللي بغاو، ولاو كيلقاو عاد داكشي ديال التراب وداكشي ديال الحجر اللي ما خدام ليهمش. هادشي علاش هاد الشركه دابا حبسات من هنا، حبسات هاد الشركه ما بقاتش خدامه دابا كيبحثوا هنا. علاش؟ كما قلت لكم انت شوف، انت في الاخر كيديو الحجر مزيان، في الاخر ولا كيلقاو هاد الحجر، هاد الحجر كيلقاو بحال مردوم بحال الردم. هاد الحجر كما كنقولوا لي حنا مصالح كيقولوا لي السنيح، وهاد الحجر كيتفرتت بلا ماكينه بلا والو، عاد داك تقيسو كيتفرتت. وانا نوريكم الحجر هما اللي كان كيقلبوا عليه، هذيك الطريق اللي غاديه مليو، ديك الدنيا اللي كتبان لكم راه هي تطوان تما، ديك الدنيا تطوان تطوان. انا عزازين عليا الناس ديال تطوان، ولكن دابا نمشي الله يسهل ويجيب الله شويه الرزق، نمشي ندير شي دوره عاوتاني تطوان. صراحة حد قال انا عزازين عليا الناس ديال تطوان، خصني نشوفهم ترجيت. توحشتهم هما والناس ديال رينكوم مارتيل، توحشتهم ترجيت والله. والحوسيمة عزازين عندي بزاف. اللي قلت لكم كان كيديو داك الحجر المزيان، ولكن هاد الحجر ما خدامنيش، هذا ما خدامنيش، هاد الحجر هذا هاد الحجار ما خدامنيش، كون خدامني كون داو هو كتشوفو كان كيسيو. راه واحد العرام عاوتاني ليا هاد الحجار ما بقى الازبل. انت كتشوف الحجار عاوتاني، الحجار كيسيو من كيديو واحد الحجار مزيان. دابا نوريه لكم دابا، عرفتي شحال ديال الطريق ضربت باش وصلت لهاد البلاصة. انت شوف هاد الحجار ما خدامني، مش هو فين جامعينو، علاش غادي يشارجيو في كام يديو للشركة؟ علاش يضربو تمارة عليه؟ كانوا تابعين لكنز المعدن، ولكن في الاخر سالاو. انت شوف الحجر اللي كان كيستي وهو داير كيتسمى الازبل. صافي مني وصول على الحجر اللي قدامني قدامني مشيت، ها هو كتشوفو فيه. والدنيا تبارك الله، انا كتب لكم غزال على الديار، انا كيفاش ساكنين هاد الناس هنا، ساكنين هنا واحد السكنه محترمه، راه بحال ما كيفاش عز عليا انا الزواج. شتي اللي كيبغي يتزوج ترجليه، اللي بغي يتزوج يتزوج بحال ما بحال هاد الشوره اللي كيبان لك دار، كل دار بلاصه، كل دار بلاصه، كتجي تريح بحال ما كيف الدروبه كودرس كاع بحال هكا، كطلب في الخبز من عند الناس، ولا دير راسك بحال شي حماق ولا شي حاجه، وكتسرع عينيك هنا مع الناس
اللي بغى يتزوج يتزوج بحال هكا بحال هاد الشوره هادو كما قلت لكم، اللي كل دار بحدها هنا كتقدريات محترمات، كتقدريات محترمات بنات العيالات بنات الرجال اللي مكبرين المطبخ. الصراحه قال هنا فين كيكونوا الدريات مقرصات بحال هاد الشوره اللي تزوجتي منهم، الدريه كتصبر معاك كتصبر معاك وكتحشم منك مسكينه وكتحترمك. الصراحه قال مولا تزوجتي بها بنت المدينه كتعفر عليك، تجي واحد الوقت كتعفر عليك وتولي تدفع عليك كبير، كتقول لك ما عندي من ندير بك الخاو. الله يعني يعاونك. قبيله لقينا فقرون، قبيله لقينا فقرون ياك، حتى دابا واحد الفقرون فين مخشي عاوتاني. واحد الفقرون فين مخشي عاوتاني. سبحان الله اللي ساعدي اليوم مع الفكارن، ساعديها مع الفكارن اليوم. لقيت قبيله فقرون في ديك الغابه ولقيتني فقرون دابا انا، سبحان الله العظيم. والفكاره راه كيتباعوا للعطار، ولكن انا ما نديش نبيعوا للعطار. شوخا ما يكونش عندي ما نديش نبيعوا للعطار، ولا تقدر شي مره تديه حيت كاين شي عيالات كيسحروا للرجال. انا غنجبد هاد الفقرون بسم الله بسم الله تعالى. وليدي باقي كاع ما تزدت من كرش امي، لا انا لا انت ومكتاب نشدك ولاصق لاصق مع الارض. والله تا لاصق بالله لاصق يا وليدي. واش يجبد الله ما بغيت يجبد. هاو شوفوا بلاصتو كيفاش دايره، بلايصه ديالو في الناس. هاو لا دار لا دوار لا والو، عيش مخير مع راسهم. هاو هذاك الشيء باش قلت لكم انا، والله العظيم مشيو دابا فقرون سبحان الله العظيم عيش مرتاح دابا مع راسو. شوف الزواقه ديالو كيدير. الفقرون كيدير تبارك الله، دار واحد خر واحد خر هذا. واحد خر هذا فقرون خر. علاش قلت لك انا غادي العطار؟ كاينين شي عيالات كما قلت لك بحال هاد الفقرون كيسحروا للرجال، ومني كتسحر ليه داك ولد الحرام داك الفقيه كيكتب ليه حجاب وكيقول ليه قلبي شدي شي فقرون، وكديروا الفقرون كتخشي ليه فمو كتخشي ليه فمو داك الحجاب وكتخيط ليه فمو وكتخيط ليه فمو، وكيبقى مسكين داك الفقرون حتى كيموت. مني كيموت كيبقى ليه كيبقى داك كما قلنا داك الحجاب كيبقى مخبي ليه هنا في الجوخ ديالو، كيبقى مخبي لي داك الحجاب هنا في الجوخ ديالو. ايوا بترجيت راه ما مزيانش، بترجيت ما مزيانش العيالات يسحروا للرجال، وما مزيانش العيالات يسحروا لبعضياتهم. وشحال من مرا شحال من مرا الله يرحم ليك الوالدين ما تبقاش تسحري للرجال وما تبقاش تسحريش للعيالات، لانه غتدي عليه تم محشومه عليك. بترجيت السحارات والشعوذات للنار، واخا يعبدوا ليل ونهار. واللي كتخون راجلها، اللي كتخون راجلها تا هي تا هي للنار، واخا تعبد ليل ونهار للنار. وكما قلت لكم حين شحال من مرا مسكينه كتلقاها زينه وتلقاها بلا عقل ضايعه في الزناقي مسكينه وحفيانه وعريانه. وكما قلت لكم منهم رجال كانوا عندهم شركات وسحروا لهم سحروا ليه العيالات مسكين باش يستغلوه، وتصاو فعلا تستغلوه كيتصرفوا ليه على رزقو. في الاخر مسكين كيولي حماق ديع ومسامح في الشركه ديالو مسامح في الدار ديالو، داكشي كامل كتدي ليه ديك الدار ديالو. ولكن واخا كتدي ليه كامل كتدي ليه داك الاملاك ديالو داك الارزاق ديالو، عاقبته ما كتخرجش بخير بترجليه في نار ديالو. ملي كيبغي يبحثوا ليه القبر كيلقاو فيه الحجر اللي يقدر شي حنا شي يقدر من يبغي يدفنوه يقدر من يحطوه في القبر يخلق شي حنا شي حدا. ايوا الفقرون هو فينا هو، نخليه هنا بحالاته. هنا انا نوريكم هذاك الحجر اللي قلت لك اللي كتبغي الشركه، الشركه كتبغي بحال هذا الحجر الكبير. هاو حيت انا كندير مهنديز
فهادشي ديال البنيه التحتيه. انا كندير مهندس فهادشي ديال البنيه التحتيه وكندير الحجر اللي كتبغي الشركه بحال هذا. تات الشركه انا اللي كنت معاه نكون مهندس نكتشف لهم بحال هاد الحجر. خصها يكونوا الكاميرات وداك الشيء فهمتيني باش نعرفوا الحجر اللي غادي يخدم. الا كانوا الكاميرات غنعرفوا الحجر اللي خدام والحجر اللي ما خدامش. شاد الشركه شحال دار ديال الحجر من هنا كما قلت لكم. ها انت شوف غنديكم الحجر الاصيلي كما قلت لكم. غنديكم الحجر الاصيلي اللي كتبغي الشركه. لانه علاش انا في نفس المشكل مهندس كندير مهندس في العقليه ديالي كندير مهندس في العقليه ديالي وفي نفس المشكل في الدماغ ديال عندي مع شي ديال المخابرات وديستي في الدماغ ديالي. كلها بلادنا المغربيه عارف الاسرار ديالها بترجليه علاش عارف الاسرار ديالها. كما قلت لكم انا عندي الخريطه ديال المغرب عندي الخريطه ديال المغرب اشوف كما قلت لكم هاد الشركه شحال تصرفات منها شحال بحثات. شوف كنطيح على كنز من هنا كنز وفابور هادشي كانت كتديه فابور هاد الشركه هادشي كانت كتديه فابور. وهاد الشركه شنو عندها الماتيريال هي عندها الماتيريال لما كانوا هي عندها الماتيريال والخدام هادشي اللي دابا ها الحجر اللي كتبغي الشركه. انا غنوري لكم دابا يا شي شحال ضرب ديال الطريق باش وصلت لهاد البلايص هادو. ها الحجر اللي كنت كتبغي الشركه هو بحال شتيه هذا هو اللي كيصيبو منو الكياس. وهذا اللي كيصيبو منو الكياس. هذا هو الحجر اللي كيما قلت لكم كيصيبو به الكياس. هو الكياس اللي كيضربو به هادشي ديال الضالات فهادشي ديال البني. على شو هاد الحجر بقى كيهزو فيه الماكن كيهزو فيه القروات كيحطو فيه هنا كيستو. شوف كل حجره قداش كتهز القروه علاش. شوف سبحان الله العظيم لا حجره كيديره. شوف لا حجره كيفاش عامله. انت شوف لا حجره تبارك الله كيفاش مخلوقه. لا حجره قداش انت كتشوف حجره تبارك الله بحال الجليجه تصبن فوقها. أو سبحان الله العظيم الحجر كيدير. يلا بارطاجيو هذا الفيديو الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الآخرة. كنشكر كلهم خوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. وفي الصراحه قال كنشكر من كل هو متبعني في هذه القناه كنشكرو كاع من كل هو متبعني في هذه القناه كنشكرو والله يجازيكم بالخير والاحسان. وهذوك الناس اللي كرموني بشي بركه الله يكرمهم بالحسنات وبالخير والله يخلي لهم الوليدات والوالدين واللي ميتوا امه وبا الله يرحمهم والله يوسع عليه بيبان القبور. يا بصراحة قال كنت محاصر انا كنت محاصر ولكن كل ما دبروش عليا الرجال كنت غنتكرفش شويه بترجليت. ولكن دبروا عليا الرجال الله يرحم ليهم الوالدين تقريبا شهرين هادي بعدا ديبانيت بها روحي
شهرين بعدها هادي كليت فيها مزيان ودرت فيها مزيان ترجليت على بارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره. وحنا ديما نديروا الخير ويدور علينا دادي دادا عندنا المغيارين والمعساده.